عشرات المرضى من الأطفال تضربهم الحميات والإسهالات المائية هنا في مستشفى طور الباحة العام غربي محافظة لاحق، حيث يقول المختصون في المستشفى إن قسم العزل استقبل خلال الشهرين الماضيين أكثر من 160 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا، تأكد منها نحو 50 حالة مصابة بالوباء بينها حالة وفاة واحدة. في شهر أكتوبر وسبتمبر أكثر من 168 حالة استقبلنا حالات سهالات مائية، تمام، حالات سهالات مائية، منها 49 حالة حالات فحص إيجابي سريع، يعني فحص إيجابي سريع كوليرا بجدف. عندنا في حالة وفاة في شهر سبتمبر شهر 9 حالات وفاة بسبب الكوليرا. الحالات المصابة بسوء التغذية الوخيم هي الأخرى لها حيز في أسرة المستشفى، كهذا الطفل النازح الذي لا يقوى على الوقوف أو الجلوس بمفرده بعد أن أعياه مرض سوء التغذية. الحضور السائد لشريحة الأطفال المصابين بسوء التغذية تقابلها في الغرف المجاورة هذه الشريحة من المسنين والمصابين أيضا بأمراض الجهاز التنفسي وسط عجز عن رعايتهم جراء انعدام الأجهزة الحديثة وشح الدواء. استمرار الغياب الحكومي عن دعم المستشفى بالمتطلبات اللازمة لتمكين قسم الطوارئ والعزل ينذر بكارثة تتهدد حياة الكثير من هؤلاء في وقت يواجه المستشفى الوحيد عجزا كبيرا في القدرة الاستيعابية جراء الضغط المتزايد لأعداد المرضى القادمين من مختلف مناطق المديرية والمديرية المجاورة إضافة إلى المقيمين في مخيمات نزوح. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لاحق.